غلق الباب من هاي الصفحة ثم تشوف لازم تضغط عليها طبعا. هاي الدقمة تنزلنا هذا المقعد إضافة إلى الشاشة اللي راح تطلع قدامكم. تحكمات كل الأمور تلقيها سيستم الصوت التفاصيل نافيكيشن. الناس يحبون هذه الطريقة. تفضل يا حبيبي رويس. هذا الدفترين. السلام عليكم يا أهلا متابعين برنامج توب جير سبيد. اليوم ويانا حلقة مميزة مثل ما راح نقول ما راح نبدي مع فخامة رانج روفر ولا راح نبدي مع فخامة تويوتا اللاند كروزر. اليوم ويانا عندنا فخامة مطلقة يخت وفيلا متنقلة. اليوم ويانا رويس كوليلان بلاك باج 2022 من معرض القلم. حبايبنا الغاليين خلي بدي بالواجهة الأمامية للروز روز كوليلان. طبعا الهوية مثل ما شفنا اعتادت روز روز انهم ما تغير من الهوية وخاصة الشبك الأمامي وهذا الفئة مثل ما قلنا بلاك باج اللي راح تكون دائما الطرازات والنيكلات الموجودة بالسيارة دائما طاغي عليها اللون الأسود حتى علامة الروز هنا اللون الأسود. طبعا اللايتات ذكية تفاعلية أثناء الطريق راح تشوفوه بأثناء الفيديو. الحساس 360 درجة كل السيارة حساسات مثل ما قلنا. نظام دخول الهواء للتوربو. طبعا السيارة بعد شوي راح نتطرق إلى المحرك محرك عملاق وهنا طبعا دائما المتميز معرض القلم بالسيارات العملاقة. طبعا هاي نسخة فريدة منها في بغداد 2022 مثل ما قلنا. كاميرتين لقراءة الطريق موجودة أمامنا تقرأ المسار وتقرأ الطريق من كافة العلامة المرورية أو الأشخاص اللي يمرون أو حتى التنبيه إضافة إلى الكاميرا الحرارية اللي راح تشوفوها بالداخل. اللايتات مثل ما تشوفوها LED بصمة الروز هنا طبعا الإشارة والتفاصيل والحركات كلها ولا أروع. نجي على جانب السيارة مثل ما تشوفون هذا اللون ولا أروع. ويل 22 انش طبعا ما شاء الله جانب السياره اصلا هي السياره كتله تحسها كتله عضليه وسياره كتله عضليه ولابسه قاط ومتانقه. نجي على جانب السياره طبعا جانب عملاق عليها طابع الفخامه مثل ما تشوفون. خلينا نشوف. تفضلوا يا حبايب تفضلوا شوفوا الفخامة اللي ما موجودة بأكثر السيارات اللي راح تلقون شغلات متميزة وصناعة يدوية وبحرفية مشتغليها الصانع الإنجليزي ولا أروع. مثل ما تشوف هنا كاميرا موجودة جانبية من أصل أربع كاميرات. راح نحكي على الداخل طبعا. الداخل راح يكون له يعني شيء مميز ومواصفات وشغلات وحركات إضافة إلى هنا المشهورة بها طبعا بالعراق نستخدمها بس بالحر ماكو مطر. غلق الباب طبعا بنظام البصمة طبعا كما تشوفون. لا تفشلينه يا السلام. نظام الشفط مثل ما تشوفون جانب السيارة ولا أروع. هنا هاي الكتلة داون فورس مطيعة السيارة نزول حتى السيارة بيها جكات نقدر نصعد بيها. طبعا هاي استخدامها بالطرق الأوف رود إضافة إلى استخدامها في الطرق العادية نقدر نصعد السيارة ونزلها مثل ما تقولون جكات. طبعا هنا بصمة الروز مثل ما تشوفوها السيارة ولا أروع. دبل إكزوز كاميرا خلفية وهذا الصندوق من الكهرباء يفتح على قطعتين ما شاء الله. طبعا السيارة الشيء المميز بهاي السيارة
كل دواخلها مصنوعة من الكاربت، إضافة حتى دوسات السيارة كلها من الفرو. يعني سلم لي حبيبي، لازم هاي عناية خاصة، وحتى نوعية الحذاء تلبسه لازم يكون خاص، لأنه قد مثلا تستخدم شيء يستت مثلا أو يشلع الخيوط، لازم فشي على كيف كل شيء يعني بالاستخدام. شوف هنا التفاصيل، هاي هنا يعني شغلات حفظ ديكورات وحركات، إضافة لأنه هاي الجامة اللي راح تشوفوها هنا، هاي الجامة تعطيك عزل تام، يعني إنه من شغل السيارة تنسى الطريق الخارجي وضغط الطريق والدوية الموجودة بالسيارة، ماكو هذا الشيء نهائيا، عزل تام من رويز رويز. شوف هذا كله جلد، مصنوع من الجلد، كله من الجلد. نغلق الصندوق بهذه الطريقة طبعا على خطأتين. الفخامة الإنجليزية والعملاق الإنجليزي، خلينا نشوفه من الداخل. نصعد ونشوف الكوليلان من الخلف. طبعا قاعدة رئاسية، يعني ما شفتها فقط بالمايباخ، وهاي السيارة الثانية اشوفها انه القاعدة الخلفية ولا اروع، لكن شوية بها ضيق من الامام. طبعا مثل ما تشوفون كرسي راجع شوية، لكن شوية تحسه من نوع من الضيق. طبعا غلق الباب من هاي الصفحة، مثل ما تشوفون لازم نظل ضاغط عليها. طبعا نجي هنا على الجانب، طبعا هنا كلها لمسات من، طبعا هي لمسات بيها من الكربون فايبر، اضافة بيانو بلاك، لمسات من الستيل، سماعات السيارة كدار مدارك كلها موجودة سماعات. هنا اكو ازرار طبعا نقدر نصعد الصوت وننزله، يعني اكو مطين خصوصية كلش عالية بهاي السيارة. السيارة كلها جلود، وما اجل جلود الكنتارا طبعا، اضافة الى هنا بصمة النجوم المشهورة بها الرويز رويز، طبعا هاي مشهورة على مدى عصور. هنا التحكم مثل ما تشوفون، تحكم بالكراسي الخلفية، نقدر نرجع مثل ما تشوفون هاي الطريقة، نقدر نرجع ونقدم. هنا تحكم بالميديا والصوت، هنا عن طريق هاي الشاشة، هاي الدقمة تنزل لنا هذا المقعد، إضافة إلى الشاشة اللي راح تطلع قدامكم. تحكمات كل الامور، كل الامور تلقيها، سيستم الصوت، التفاصيل، نافيجيشن، الموسيقى، البوصله، كل التفاصيل تلقيها هنا. نقدر نرجع هاي الشاشه مثل ما تشوفون، ونرجع هاي طبعا حتى تقدر تسويها ميز طعام تصير صغير. هنا تفاصيل الصوت كل شيء موجود بيها، لكن هاي الحركات اللي هنا راح تلقيها. تفضل. هنا مطيخ خصوصيه، طبعا هذا الجلاس يمكن بدفتر بشده تشوفون. بعض الناس يحبون هذه الطريقه. تفضل يا حبيبي، رويس رويس. هذا بدفترين، طبعا هاي جلاسين هنا بيها، كل جلاسين وهذا. وعندنا هنا ايضا ثلاجه، هذا منها تقدر تشغلها يعني على درجتين، ايضا قلاصات، وحتى هنا نقدر نخلي البطل الموجود هنا نحصل على ثلاجه وبروده باريحيه. بطل ماي غير؟ بطل ماي، كل شيء، يعني كل وسائل الراحه معطيك اياها.
شوف هذا هنا المخدات، هاي تعطيك اياها بالطرق الخارجيه صراحه ولا اروع. هنا سيستم الصوت والسماعات موجوده، اكثر من 30 سماعه موجوده بهاي السياره. التحكم ايضا موجود هنا بالتبريد مثل ما تشوفون، التحكم بالتبريد هذا تبريد منفصل مثل ما تشوفون، كل شيء تبريد منفصل. هنا شاحن للكهرباء واصوات، تقدر كل شيء تستخدم بهاي السياره. طابع الفخامه والجلود والراحه والانسيابيه كل شيء موجود بهاي السياره. خلينا نشوف الروز من قدام، كوليلان من الداخل من الامام. طبعا شوف كميه الجلود والراحه، طبعا الراحه بالامام والسائق اللي حاصلها راحة لا مثيل لها صراحة. كرسي السائق واصلا نوعية الجلود كلش مريحة، اضافة لانه هسه الباب نقدر نسدها بهذه الطريقة. يعني سيارة مال عجوزية يا اخي، شنو؟ التشغيل طبعا عن طريق اليسار، هنا التحكم الاضوية، التحكم الجامات والابواب. راح نشغل هسه السيارة وتشوفون طبعا. يا سلام، شوف الرون يبدي عالي وبعدين شوي شوي ينزل. السيارة بيها كمية حساسات ومواصفات لا مثيل لها. طبعا هنا التحكم بالأضوية، التحكم بالصوت، هنا النظام تحديد المسار مثل ما تشوفوا، نقدر عن هاي الكاميرا شفناها في خارج السيارة. إضافة هنا التحكم في الشاشة، كل التفاصيل الشاشة عن طريق هنا الأزرار هاي تشوفوها، كل التفاصيل نقدر نلقيها. شوفوا هاي الكاميرا اللي قلت لكم عليها الحرارية، هاي تشتغل بالليل مثلا الأجسام لا سمح الله حيوان أو شيء عبر بمسافة عالية، راح تشوف الجسم هنا ولون عليه أحمر لأنه يعطيك تنبيه مثل التنبيه. هنا طبعا الجكات نقدر نستخدم هاي الجكات، هاي هنا تنزل السيارة وهذا الجك صعد السيارة. إضافة للكاميرات مثل ما تشوفوها 360 درجة كل التفاصيل موجودة. طبعا هي اللغة طبعا اشوفها باي اللغة شوية لازم للغة الألمانية اعتقد. هذا السطوع كل التفاصيل موجودة، هاي الحساسات، هنا اوف رود، هاي الدقمة مال اوف رود، هنا طبعا تشتعل اوف رود، هنا نظام الانحدار، الكاميرا الخلفيه تعطيك اياها بمجال اوسع. بصمه الرولز رويز مثل ما تشوفوا الساعه الشهيره من رولز رويز، طبعا صارت لونها اسود مثل ما قلنا لان السياره بلاك باتش. هنا التفاصيل، هذا تشكمتش، طابع البيانو بلاك كله موجود مع كاربون فايبر، لمسات كل جميله. هنا حامله اكواب وثلاجه ايضا هم موجوده، ما ننساها هنا موجوده طبعا. طريقة اطفاء النجوم طبعا بهاي الطريقة، تعلي وتنص النجوم بهاي الطريقة. طبعا الاضوية، هاي الاضوية شوف الاضوية نوعية استخدام الاضوية LED لون ابيض، كل التحكم من هنا. صراحة شريد نقول شريد نحكي عن السيارة، التحكم كله ملمس الجلود الناعم، تفاصيل هذا التحكم بالكراسي مثل ما تشوف، حتى التشوة شوفوها، يعني ماكو يا اخي. هنا قفل الابواب فتحها، قفل التبريد بهذه الطريقة مثل ما تشوفوا، هذا التبريد من هنا، هذا بارد هذا حار مثل ما تشوفون. تدفئة وتسخين بالكراسي، إضافة إلى تدفئة وتبريد الستيرين أيضا. يعني السيارة ما شاء الله ولا أروع، كل المواصفات الموجودة حاطك إياها ومعطيك إياها بالطابع الفخم. خلينا نشوف المحرك وشوي نحكي عليه أو التسارع وقوة المحرك والصناعة اللي صارت على هذه السيارة. حتى تحافظ على سيارتك وتاخذ اعلى اداء من سياره السباق لازم تستخدم زيوت موريس.
نجي على محرك السيارة. طبعا شوي انا شوي بيناتنا الحكي شوي رفيت، حتى محمد راجع في الكاميرا لانه من كمية الهدوء والراحة الموجودة بالسيارة ومع المساج والحرارة تخليك بغير عالم. حبايبنا الغالين، هسه محرك السيارة من 12 سلندر مثل ما تشوفون 6.7.5 لتر، 12 سلندر، قوة هذا المحرك 565 حصان بعزم الدوران 835 نيوتن متر. طبعا هذه السيارة صنعت يدويا، حتى المحرك من مهندسين تصنع كلها بطريقة يدوية، يحتاج إلى أيام وليالي لصنع هذا المحرك العملاق. أي حبايبنا الغالين، لكن صدق هاي النسخة للبلاك باج تكون قدرة حصانية أعلى لأنه 593 حصان، هاي النسخة تكون أعلى. لكن أكو شيء اللي معجبني بروز رويس، هاي الشغل البني شلون راح أسده؟ 185 سنتيمتر، ما أعرف شلون أسده بهي الطريقة. لحظة يا حبيبي، زين سلام، شلون هاي سده اذا طوله متر و60؟ هاي مشكله هاي. فحبايبنا الغاليين، نشوفكم ان شاء الله في حلقات اخرى مع برنامج توب جير. لا تنسونا من الدعم على اليوتيوب والفيسبوك وكل التواصل الاجتماعي. مع السلامه.